خلال المداخلة مع سيادة اللواء أركان حرب محمد زكي الألفي. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا. بنحب نعرف رأي سيادتك فندم بخصوص حروب الجيل الرابع، الدنيا ماشية فيها على إيه؟ لا طبعا يعني هو زي ما حضرتك عارف ان حروب الجيل الرابع دي هو حروب الغرض من كل اساس وتتم كليا، بمعنى ان الدول بتتعاكد من الداخل خلال تجنيد بنات هذه الدول لصالح الدول الخارجيه دون تدخل للقوات من الخارج. معلش انا معاك. دور في حروب في الحروب اللي احنا بنواجهها دلوقتي حروب الشائعات. والله هو الدور هنا دور مهم جدا، ده بيجي نتيجه النظريات التي تنتهجها حروب الجيل الرابع. عندنا هذه النظريات كلها بتعتمد على حروب الشائعات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الوسائل الرقميه الحديثه في هذه الحروب. وهذه الوسائل تستغل في الاساس الشباب دون تدخل خارجي بقوات خارجيه، ولكن من الداخل الشعب بنفسه. هو للاسف يا سيادة اللواء احنا الحروب دي ما زالت مستمره وبتزعزع الامن واستقرار امن البلاد. يعني انا عايزين في دور فعال اكتر. طبعا هي لا زالت مستمره وستستمر مش هتقف، ولازم نحط في اعتبارنا هذا الاساس. ومن هنا لابد ان نطور بانفسنا وان نطور في ثقافتنا بالذات وبالنسبه للشباب بالذات واشراكه في الاعمال بالكامل، ان هو يبقى حاسس وعارف المسؤوليه، لان هي موضوع فكر بالاضافه الى دعم خارجي من دول خارجيه وانظمه استخباراتيه خارجيه. هو يا سياده اللي بنطلب بس يبقى في دور افكتيف قوي للدوله وقوي قوي يربع اي شخص يحاول ان يزعزع امن البلاد من خلال السوشيال ميديا. الحسم هنا بيتم من خلال الوسائل القانونيه والقضائيه الموجوده داخل الدول، لان زي ما حضرتك عارف دلوقتي ان هناك منظمات بتستغل موضوعات حقوق الانسان في مثل هذه الموضوعات، وهنا لابد ان يكون التعامل قضائي وقانوني وتم تحت مظله قانونيه وبنظر فيها جميع هذه الاعمال لمثل هذه المنظمات. ولازم يبقى معروف ان بعض هذه المنظمات موجه ضد الدول التي يتبع ضدها حروب ووسائل حروب الجيل الرابع. ختاما يا سياده اللواء، من امن العقاب اساء الادب. ده مبدا حقيقي وسليم ولابد من الحسم زي ما سيادتك تفضلت، ولكن في اطار قانوني وقضائي. بنشكر سيادتك جدا يا سياده اللواء، متشكرين. طبعا للاسف احنا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده احنا عرفنا احنا بنتحارب ليه. عشان مصر من ضمن اكبر الدول اللي المفروض بان الناس بتدور ازاي تهدها، بس مصر قويه.